زي ما نعرف كلنا أنه تحديد المشكلة هو أساس وخطوة هامة لحلها. مع فرط الحركة وتشتت الانتباه عندنا إشكالية أنه أحياناً قد يحضر المراجع وللأسف لا يتم تشخيصه بشكل جيد، وللأسف نفقد يعني خلنا نقول الوصول إلى التشخيص السليم، وأحياناً للأسف يتم تشخيصهم بتشخيصات أخرى تغير تماماً الخطة العلاجية. وهنا يجي ليش التشخيص جداً مهم، بالإضافة أنه أحياناً يصير في إفراط في التشخيص، فبالتالي الناس يشتكون من مشاكل في التركيز ما لها علاقة بفرط الحركة وتشتت الانتباه، وبرضو تغير من الخطة العلاجية. وهنا يجي دور الذهاب إلى مختص، سواء على إذا كان في عمر الأطفال إنه يكون بحيث تقييم عن طريق المريض نفسه، والدين أحياناً حتى المعلمين يحتاجونهم في العملية التقييمية. وبالنسبة للبالغين أيضاً قد أحياناً يحتاج أخذ تاريخ مفصل لسنوات طويلة ما قبل الحضور إلى العيادة. وبالتأكيد دائماً التشخيص جداً مهم، ومراجعة المختص المناسب تزيد من دقة التشخيص.